السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث عن مرض الحمى القلاعية كونه أحد مخاطر تربية الماشية في المزارع. الحمى القلاعية من الأمراض الفيروسية الحادة غالبا وتصيب الحيوانات ذوات الأظلاف، وللأبقار قابلية شديدة للإصابة بهذا المرض كما أنه يصيب الإنسان. وتعد الحيوانات المريضة بشكل حاد والحيوانات المصابة وهي في فترة الحضانة مصدر العدوى الأساسي، حيث توجد الحمى في الحليب من بداية المرض وحتى نهايته، بينما تكون نسبة وجودها أقل في البراز والبول. طرق انتقال الحمى القلاعية: الاتصال المباشر بين الحيوانات المصابة والحيوانات المريضة، ويتم ذلك عن طريق تناول العلف والماء الملوثين بالعامل المسبب للمرض عن طريق الأنف بواسطة الاستنشاق. الاتصال غير المباشر يتم ذلك عن طريق أيدي العمال وأحذيتهم وأرضية الحظيرة وأدوات الحيوان وسائل النقل. يمكن أن ينتقل العامل المسبب بواسطة الغبار إلى القطعان أو علافها ويسبب العدوى. كذلك ينتقل بواسطة الذباب والطيور. تنتقل حمى المرض أيضا بواسطة منتجات الحيوان من دم وعظام وأظلاف وحليب ومشتقاته الملوثة. بالنسبة للأعراض، تتراوح فترة الحضانة عند الأبقار من يوم إلى 7 أيام، وقد تصل أحيانا إلى 11 يوما، وذلك حسب ضراوة الفيروس ومقاومة الحيوان. يلاحظ على الحيوان ارتفاع درجة الحرارة من درجة واحدة إلى 2.5 درجة زيادة عن المعدل الطبيعي. تتغير حالة الحيوان ويقل تناوله للطعام والماء في البداية، ثم يتوقف تماما عن الأكل بعد فترة قصيرة، ثم يتوقف تماما عن الاشترار. كسرة سيلان اللعاب على شكل خطوط طويلة، ظهور حويصلات على اللسان والشفاه والجلد واللسة والجلد ما بين الأظلاف وحلمات الضرع وأحيانا داخل الأنف والمخطب، وجراب القضيب عند الذكور وفي الأعضاء التناسلية للأنثى. تنفجر هذه الحويصلات مسببة قروح مؤلمة للحيوان. تتشكل أيضا حويصلات على ملتحمة العين وقاعدة القرون، صعوبة بالتنفس نتيجة توزمات التهابية وتشكل الحويصلات في المجاري التنفسية. يلتهب ويتورم الجلد ما بين الأظلاف ومنطقة الصفائح الحساسة، وتسبب للحيوان ألما شديدا وعرجا. ويمكن أن يصير المرض بدون أعراض كلينيكية واضحة. أحيانا يصاب الحيوان بالشكل الخبيث للمرض بسبب وصول العامل المسبب إلى عضلة القلب، وبالتالي موت الحيوان نتيجة إخفاق القلب. التشخيص: يعتمد التشخيص على الأعراض الكلينيكية والتوضع الحويصلات المرضية وظهور المرض عند حيوانات متعددة في آن واحد. أما مخبريا يجب عزل العامل المسبب وتحديد أثرته. بالنسبة للعلاج والوقاية: تجنب تلامس الحيوانات مع بعضها حتى لا تساهم في انتشار العامل المسبب وبالتالي انتشار المرض. يتم عزل الحيوانات المصابة في مكان هادئ ونظيف، ويطبق نظام حمية غذائية، وتقدم للحيوانات أعلاف خضراء طازجة وعليقة ناعمة والسلاج والذرة وبطاطا مسلوقة. لا يوجد علاج فعال للمرض، ويتم علاج الأماكن المصابة بالعلاجات العرضية، وذلك بعد استشارة الطبيب البيطري. تبلغ السلطات البيطرية المختصة عند الاشتباه بظهور المرض بشكل فوري. القيام بإجراءات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية. وعند التأكد من ظهور المرض يتم تطبيق قوانين الحجر البيطري وإجراءات الحجر المشددة، ومنع تنقل الحيوانات ومنتجاتها، منع دخول وخروج الأشخاص من المناطق المصابة وإليها، منع إخراج الأعلاف من المناطق المأبوءة، غلي وتعقيم الحليب جيدا، كما يتم تنظيف وتعقيم أدوات الحظائر بشكل جيد، عدم استيراد أو تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها من المناطق المبوءة بالمرض.